قصده نفع الناس، ما يكون قصده الانتصار لنفسه، بحيث انه اذا اوذي او ناله ضرر ينتقم لنفسه. لا، هو ما جاء يريد نصر نفسه، جاء يريد نصر الدين ونصر الخير ونفع الناس. فاذا اصابه شيء فليصبر على ذلك ولا يطالب بالانتصار لنفسه. قال تعالى: وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، هذا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم من جراء ذلك. فيكون قصده نشر الخير ونفع الناس، هذا قصده. ما هو قصده إنه ما يصيبه شيء ولا يجي شيء ولا يتكلم فيه ولا، بل يكون قصده نشر الخير. وعلامة هذا أنه إذا أصابه شيء صبر، لأنه ما جاء يريد الانتصار لنفسه، وإنما جاء يريد نشر الخير ونفع الناس. هذه مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك من مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه ما ييأس إذا أمر ونهى ولا شاف له تأثير، ما ييأس. أولا برئت ذمته، وثانيا ينتظر من الله حصول النتائج ولو في المستقبل ولو فيما بعد. قالوا معذرة إلى ربكم ولعل، وإن قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال في مرجعه من الطائف واستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة الذين أخرجوه وضايقوه، قال له صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فلم ييأس عليه الصلاة والسلام، بل ينتظر الفرج من الله عز وجل، وقد تحقق له صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذه مقومات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختصار. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الفئة الثالثة، قالت أمة منهم: هل نجت ولا هلكت؟ الله في خلاف، ما ذكر الله عنها شيء، لا مع الناجين ولا مع الهالكين، سكت الله عنها. اي نعم. في درس بعد الفجر، والشيخ عنده سلمه الله يعني جولات لبعض الكليات ومدارس البنات، حنا نسأل الشيخ وش اللي يعني هل يمكن ذلك، والشيخ ما عنده استعداد سلمه الله انه يجلس بعد الفجر الدرس والقيام ايضا بالجولات على مدارس الكليات. يتأخر لا حرج ان شاء الله، ما ادري، كان الشاب لهم رغبه في شرح كتاب مسائل الجاهليه. ايش رايك يعني؟ هو سجاري يسلم في العام. يلا يسلم، لا حرج. نعم. ما في مانع إذا كان شيء يسير، إذا كان شيء يسير يقصر بتقوية العضلات تقوية الأعضاء ولا يأخذ وقت، ما في مانع مع ستر العورة لباس الساتر. إنما الكلام في أنه يكون مهنة أو يستغرق الوقت أو يشغل عن الصلاة، هذا هو المحظور. أو يكون في كشف عورات. نعم. بل الخطبة للأطباء السياسي تكلم عن السياسة تجدي عن خطبة المعنى. إذا خلت من أغراض الخطبة لا تجدي، إذا خلت من أغراض الخطبة المطلوبة صارت كلها في أمور ما هي من أغراض الخطبة لا تجدي. يعني ما هو المقصود من الخطبة؟ شو هو الخطبة؟ صلى ظهرنا وركعتين جمعة. لا، بس يجب عليهم أنهم يتركون الشيء هذا، واللي راح راح إن شاء الله.
شيء طيب جرى عليه عمل المسلمين وهو من القرآن ومن السنة ما في معنى إن شاء الله. هو من التذكير، هو من التذكير والموعظة. أقول الدعاء لورد الحديث مثلا ابن حبان أن النبي كان يخطب خطبة بهذا قل قل استغفر الله ولي ولكم استغفرون هذا شك استغفار إذا كان ورد بعد فيه دليل الخاص حديث صحيح. لا لا ما تشير لهم يدك، ما تشير لهم يدك، تصبر لما تخلص الخطبة وبعدين تطلعونهم ولا تنبهون أولياء أمورهم. ما في بس صلاة في التراويح أو التهجد ولو حق ما في بس. الجوائز هذه صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء بالمنع، جوائز تجارية صدر فيها فتاوى من اللجنة أيضا، لأن الغرض منها جلب الزبائن علشان يتجهون لها المحل ويتركون محلات الآخرين فيضرون بالآخرين، إما أن يضطروهم أنهم يعملون جوائز وهم ما يريدونها لكن يعملونها مكرهين، وإما إنهم ما يعملون جوائز يتضررون يروحون الزبائن عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد، عن أشياء يراعى فيها حالة أهل السوق ومصالح أهل السوق. هذه ناحية. الناحية الثانية أنه يحفز الناس على شراء أشياء ما لهم فيها حاجة وإنما يشرونها من أجل الحصول على هذه الجائزة أو العثور على الرقم المجعول مخفى في أشياء إذا عثر عليها يأخذ الجائزة، فهو يشري أشياء ما له فيها حاجة وإنما بس بقصد الحصول على الجائزة، هذا فيه إضاعة للمال وفيه وفيها أيضا إضرار بالآخرين كما ذكرنا، وإضاعة للمال لأنه يشري أشياء ما له فيها حاجة، وإضاعة للمال من قبل اللي عمل الجائزة أيضا لأنه قد يعطي شيء ثمين وش الداعي لهذا في مقابل إيش؟ الله أمر بحفظ الأموال، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال كثرة السؤال، فهذا فيه إضاعة للمال، والإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله فيما أنفقه من أين اكتسبه فيما أنفقه، فكل هذه أمور تستدعي المنع من هذا الشيء. وحال يكون الشيخ من باب أكل المال بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وكذلك يدخل في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أكون شيخ بعض الشركات ليس لها منافع مثلا، يعني افترضنا شركة ساعات رادس قالت من اشترى 10 ساعات فله مثلا ساعتان بالمجان، ما لها منافس ولا يعني يحصل اضرار او اضرار بالاخرين مضاره، يعني انتفت الناحية ذي لكن يبقى النواحي الثانية. ليش؟ مثل انه يشري الساعات وما له فيها حاجة، انا ساعتين اشري 10 ساعات اكيد يكون ساعتين بالمجان، ساعتين بالمجان مش على شيء. على تسليم اشتري 10 ساعات. تفضل الشيخ. نعم يا شيخ. الله يعطيك. الله يعطيك. تعال هنا. ها؟ الزموني من. وانت ضيف ما نقدر نحدك. جزاكم الله بالخير. هذا هو اللي ما يقعد المحل لأنه صاحب المحل. لا لا على المحل المحل قد محل ما يخالف يا ابن خلاص اقول ما يصلح هذا لانه اذا فتح الباب انفتح على الناس كلهم يعني سد الذرائع هنا لا
سؤال المال وسؤال العلم اللي ما له حاجة عن أشياء ما أن الناس فيها حاجة. يخالفونهم، يسألونهم يخالفونهم، إذا أمروهم بشيء ونهوهم عن شيء خالفوهم. ايه تبي لك محل؟ ما في باس ان شاء الله، صحيح انه ما في باس. ايه هذا راي عمر رضي الله عنه، لكن صحيح الجواب. هل ترك لنا عقيل في باع او دور؟ لانه باعها عقيل، ولان عمر نفسه شرى دار الندوه من شراها من تبير بن مطعم. ها هنا لا المشاعر ما يجوز، المشاعر ما يجوز. وش العبارة لما نجمع فيها محذوف؟ ما فيها محذوف، وش المحذوف؟ لأنهم يقولون أن المولود إذا ولد يولد على النجم الفلاني، فإذا لمع لا قصدهم لمع النجم يعني اشتهر كما يشتهر النجم في السماء. كيف حالكم؟ الله يسلمك. الأخوان يبون نصيحة. أنت ما شاء الله. ما شاء الله حبيبي. منين جاي مستريح؟ أنا تو بتكلم بعدين. تكلم في نفسي الآن. إيش يا جدع يا جدع. خلوه يتنقل. ايه ليه بس ثلاثة شرب هون رمضان يجعلونها كبيرة كبحر، هناك يتشير، وقلوا ما أنهم أكلوا خبز قبل. في باس إن شاء الله يوم العيد الناس يصنعون الأطعمة واللحوم أخذ في باس يوم أكل وشرب وإظهار للفطر. من يعتقد أن عيد الفطر له ذبيحة مثل ما هي في عيد الأضحى بدعة ما هي، لكن إذا ذبحها من باب المباح وأنها ما يستطيعك لأن محطي بها والذي لا والذي لا يستطيع فيه ذبيحة يكون فقير. نبهوه من هذا الشيء ما هو مشروع، التزامه يعني التزامه ما هو مشروع. أي أما فعله أحيانا ما يخالف، والناس الآن ما يأكلون الطعام إلا بلحم، لاحظ هذا. اي ما مثل النور، الاول انتم تاكلون السمن و احنا ناخذ السمن اي لكن تستعملون السمن و الحين ما يبون السمن هالشباب، ذولا كلهم ما يبون السمن. ها اي نعم يعني قصدك خلي له وصفه. اي لا لا بس خلينا بس الاخ انه يعني اعتقاده منها لابد من ذبيحته في العيد. انا قلت له اذا هم يعتقدون هذا فهو ما يقول، اما إن كانوا يبونه للحم بس. لا ما أقصد اللحم، اللحم ستون واحد. ها؟ ستون واحد يأكلونه. أما الستة. أي شيء. الذبح للحم ما لا بأس. الذبح للعبادة لا. لا أنا مستحيل، لا أنا. والسلام وركتا. أهلا بسيرة
قاضي الشيخ خلا بيني بنك قال الشيخ عبد الرحمن لا أبدا 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 ما تعلم الله يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إنها فرصة طيبة ووقت مبارك وساعة ثمينة أن نجتمع مع إخوان لنا محبين للخير والفضيلة، وبحضرة أصحاب الفضيلة الشيخ صالح، الشيخ عبد الله، الشيخ سليمان والمشايخ في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به وأن يجعله غذاء للقلوب وأن ينور بصائرنا ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. تعلمون يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فعلينا أن نتمسك بهذين الشيئين، العلم النافع الذي هو ميراث الأنبياء، ميراث نبينا الكريم سيد الأولين والآخرين، والعمل الصالح الذي هو دين الحق الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، كما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر في ورقة من التوراة قال: ما يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، صلوات الله وسلامه عليه. فهذا دين الحق الذي جاء به الرسول الكريم يجب علينا أن نبحث عنه ونتعلمه ونعمل به حتى نسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله. فإذا أن المسلمين حرصوا على هذين الشيئين، العلم النافع والعمل الصالح، سعيدوا. وإذا شطت بهم الأهواء والخلافات والنزاعات وكل ينصر قوله كل يرى رأيه، تشتتت الأمور وضاعت الحقوق ودخل الشيطان. الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يريد أن يصد الناس عن العلم النافع والعمل الصالح، ويريد أن يوقع الشحنة والبغضاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا مقاصد الشيطان. مقاصد الشيطان أن يصد المسلم عن ذكر الله وعن الصلاة، كما أنه يأتي إليه في الصلاة ويوسوس له ويدخل عليه الوساوس والتذكير بما مضى والتذكير بأمور الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يضع خرطومه على قلب ابن آدم فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، فيذكره ما كان ناسيا قبل. ايش المقصد؟ المقصد يريد ان يصده عن تدبر القرآن وعن الخشوع في الصلاة حتى يخرج صفرا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهو إنما استعجل في الصلاة ينقرها نقر غرى، وإلا ما في القلوب الله مطلع عليه من الوساوس وعدم الخشوع وعدم، فهي من دسائس الشيطان أعاذنا الله وإياكم والمسلمين منه، لأنه العدو المبين، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني عدو لا تصادقوه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله، يكونوا من أهل النار. هذه أهداف الشيطان، نسأل الله يعيذنا وإياكم منه. وعلينا يا إخوان السعي في إصلاح النفس، أهم شيء عليك نفسك، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني
ودنيا أن نعبد الأصنام. بدأ بنفسه، رب اغفر لي ولوالدي ولنوح عليه السلام. وهم ما على الإنسان بعد نفسه أولاده وأهله ووالديه، لكن أهم شيء نفسه عليه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أذن الله وإياكم منها. وقودها الوقود الحطب الذي توقد به لحوم الناس، لحوم الكفرة والعصاة، كما قال تعالى في سورة قل أوح أن الجن يقولون، هم يعرفون الجن يعرفون، هيكون أفهم منا، يقولون: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، والعياذ بالله، حطبا لجهنم. كذلك هذه الآية التي يقول الله فيها: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، الوقود الذي توقد به الناس لحوم الناس وحجارة الكبريت، ليكون أشد من هذه في الجلود. فعلى الإنسان أن يسعى في تخليص نفسه من عذاب الله، في استقامته هو بنفسه، في التماس العلم النافع والعمل الصالح، في إخلاص العمل لله، في العض على تقوى الله، ثم من تحت يده من أولاده ووالديه وإخوانه، كما قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. الرسول عليه الصلاة والسلام لنا بأسوة، لما نزلت عليه هذه الآية وجاءه جبريل وقال: يا محمد، إنك إن لم تفعل فلا يعذبنك الله العذاب الشديد، فخرج فزعا يجر إزارة يقول: واصباحا واصباحا، حتى رقى على الصفا ونادى قريش بطنا بطنا وفخذا فخذا: يا بني عبد مناف، يا بني عدي، يا ألف ولا. ثم خص النداره بعمه: يا عباس، ثم عمته: يا صفية عمة رسول الله، ثم خص بفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، سليني مما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا، أرأيتم لو أن عدو، لو أني قلت لكم إن عدوا وراء هذا الجبل، ويشير إلى جبل أبي قبيس لوراء الصفا، يصبحكم أو يمسيكم أو أن خيلا تغير عليكم وراء هذا الجبل، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: والله ما جربنا عليك كلمة. يسمونها الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فقام عمه الشقي أبو لهب فقال: تبا لك تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: ثبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا لا تلهب. حكم عليه الرب النار، خلاص أيس الناس من هدايته. سيصلى نارا لا تلهب وامرأته حمالة الحطب، لأنها تمشي بالنميمة وتحرش على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، إلى الحد. فقالوا الرسول أنها تقول كذا، قال: الحمد لله الذي صرف دعاها عني، أنا لست مذمم، أنا محمد. فدعاؤها وهجاؤها على مذمم. فقصة معروفة أنها جاءت تسأل عن الرسول وأن الله صرف بصرها عنه، غير ذلك مما هو معروف. المقصود أن الله يقول في حقها: مع زوجها وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد من نار، والعياذ بالله، هذا جزاؤها، هذه النمامة التي تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤذي أصحابه. فيقول الشاعر في هذا المقام كما تعلمون: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، سلمان فارس من أخت الفرس من العجم من عبادة النار، لكن الله من عليه وأسلم، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. سلمان فارس هو الذي يقول فيه الرسول فارسي، يقول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، هذا جزاء من تمسك بالإسلام. الله أكبر. فعلى الإنسان أن يحرص على إخلاص العمل. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإخلاص العمل لله، تمحيض القصد لوجه الله، لا يكون لأجل الناس أو لرياء الناس أو لسمعة الناس أو لغير ذلك من الأشياء التي لا تليق، بل يجب أن يكون إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم إذا استقامه ولنفسه يسعى في دعوة غيره،
يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، وإلا إذا ترك هذا فهو خاسر، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم على جميع الناس، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا في العلم، الإنسان ما يؤمن بما علم، وعملوا الصالحات، علموا الحق ثم عملوا به، هذا الصدق مع الله، وعملوا الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق، يعني دعوا الناس إليه، لما كملوا أنفسهم بتوفيق الله سعوا في تكميل غيرهم، هكذا المسلم، هكذا المصلح، وتواصوا بالحق يعني وصى بعضهم بعضا، ووصوا الناس بالحق وأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوهم إلى الله، ثم قال وتواصوا بالصبر، يعني صبروا على ما ينالهم في طريق الدعوة، حتى في طريق الطاعة وفي ترك المعصية لا بد أن يكون على الإنسان شيء من المشقة، فعليه يصبر. ولهذا يقول علي بن أبي طالب كما تعلمون رضي الله عنه إنه لا إيمان لمن لا صبر له، يصيح في أسواق الكوفة إنه لا إيمان لمن لا صبر له، لا إيمان لمن لا صبر له، فالصبر له منزلة عظيمة من الدين الإسلامي، فعلى الإنسان يحتسب ويصبر على الطاعة، إذا قام يقوم، إذا قام آخر الليل، إذا أراد يتوضأ، إذا أراد يغتسل، إذا كان عليه جنابة يصبر ويحتسب، ولا بد من عمل ولا بد من مشقة، إذا جاه الشيطان وزين له المعصية يصبر يبعد عنها يتعوذ من الشيطان، وهكذا يصبر على المصائب، لابد الصبر كما تعلمون ثلاثة أقسام، صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، فعلى المسلم يحرص على الدعوة وعلى الصبر كلهم بحسبه، مو بلازم من الإنسان أنه يروح يدعو إلى شيء ما يعرفه، لا، يدعو على قدر معرفته، ثم يعرف أن الصلاة يدعو إليها، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، نسأل الله أن يمن على الجميع بهدايته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يعيذنا جميعا من نزغات الشيطان الرجيم، وأن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين بالهداية والتوفيق، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم هداة مستدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله. بس نجيب القهوة. لا بس. يا سلام كنا. السلام عليكم. تابع الموعد. وش يقول؟ آمينة رضي الله عنها. آمينة. آمينة أم الرسول. من اللي يقول؟ ما أسلمت حتى يقال رضي الله عنه. الرسول نفسه يقول استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وكيف عاد ما أذن الله النبي اللي هو خرج من بطنها في أذن، فيقول إنسان رضي الله عنه هذا جاهل. إيه خرافات. إيه عنده هو علوي يقول علوي سألك الله في كتاب الله يقول لي ما يقول اللي ما يجي عن قبر الرسول يسأل الشفاعة جافي في حقه. تحب ولا ما تحب موجود عند ناس كثير الآن قد سونا التقديس بعد صار يدعو إلى الشرك ويقول البردة بردة البوصيري حقيق أن يعكف عليها في الليل والنهار اللي يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث يعني يجعل الدعاء للرسول عند حدوث الحادث العممي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. الله العافية. ما ترك الرسول شيئا ما ترك الرب شيئا. أبو بعثنا عن الوزارة صلى الله. من هو؟ محمد لا قبل سلمك الله قبل هو يقول هذا الكتاب اللي أظهره يقول إن هذا نحاتة فكري من صغري من وقت أبي. لكن ما أظهر ولا أقول. إيه عبد الله لازم. صلى الله عليه. شلون؟ إيه. مو بكثير من هو أشكاله. صلى الله عليه وسلم.
دين علوي. رب المشايخ الأولين يوم جاء بحضر مع المشايخ في أول ما افتح الملك عبد العزيز مكة وجمع الشيخ عبد الله بن حسن علوي أبوه سموه السيد علوي. يوم جاء بيجلس قال قم قم يقضم يده وانت يا الشيخ عبد الله بن حسن قال يا حط عم انت بكفون تجلس مع المشايخ وحط العصا في اتراحنا دلي يدزه هو حق سيدي دلي تكلي قام الشيخ عبد الله بن حسن اخوان عمر بن حسن الله يظلهم جميعا قال قم يا عدو والله ما انت مالك حق انت تجلس مع المشايخ الله يستر. لا ما هي من الخصائص لا ما فعلها يعرفها التسبي مثل الخصائص مثل الأصار إن كانت الأصار عفوا اللي يستخدم باب اللعب يعني رسماً وبعد يعني يوسع صدره بفرطه بس يوش ننصح يتعلم أول شيء تعلم يشتغل بالتعلم ويترك الأشياء وبعدين إن شاء الله إذا تعلم تبين له صحيح من الإمام الصحيح. جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويسأل أهل العلم ويمشي على توجيهاتهم ويتعلموا لما أنه إن شاء الله يحصل علما يستطيع يميز بين هذا وهذا ما دام ما يدري يسأل أهل العلم ويتعلم يجمع بين الأمرين السؤال والتعلم يتبين له إن شاء الله الحق. أما الجدال ما له داعي ولا تضيع الوقت في الجدال ما له داعي. لا ما هو مسيحي نصراني ما هو مسيحي المسيحي يتبع المسيح عليه السلام نعم المسيحية هذه مدح لكن سماهم الله نصارى ما سماهم مسيحيين كما سمى اليهود يهودا ولم يسمهم إسرائيل لكن هم يجيبون الأشياء ذي تسترا على نصراني يكتب نصراني ما يكتب مسيحي ها؟ لا محر الصلاة المبتدأة اللي ما لها سبب محر أما اللي لها سبب هذه فيها خلاف بين أهل العلم تحيه المسجد وركعتي الوضوء مثل صلاة الكسوف نوات الأسباب ركعتي الطواف نوات الأسباب هذه فيها خلاف الصحيح جوازها هذا قضى هذا قضى المنسية ما لها وقت أي وقت تصليها المغمى عليه وقت طويل الله هذا محل إشكال وجرى فيه البحث ولكن كأنهم يقولون إذا كان الإغمى قليلا يومين أو ثلاثة يقضي أما إذا كان طويل هو ما يقضي لأنه غير مكلف في حالة إغماء
طويل ولا ما عليك ما لا طويل هذا واضح صعب انه يقضي شهر او شهرين او سنه لان يغمى عليه مشهر العظيم مثل اللي تجري عليهم حوادث يغمى عليهم بعضهم يغمى عليه سنين جلطات هذه إذا حدد المدة يقيس على أيام الحيض من 7 أيام أكثر أيام الحيض أصلا ما طبعا بالأسماء لكن حسب الاستطاعة وعدم الاستطاعة أقول الشرق الإغماء القليل استطاعة يقضي أصبح مثل النايم يعني نعم الكفر الأكبر ولا الكفر الأكبر لا اللي يعمل أعمال شرك هذا ما في شك اللي يعمل أعمال شرك يكفر مثل السحر مثل السجود لغير الله مثل الأعمال الشركية يكفر يكفر بها حتى يقول لو واحد في المئة هو الكلام على قرارة نفسه الكلام على الواقع على الواقع واللي قرر هذه الخبرة على الخبرة لا لا فيها أشياء ما يدري عنها فيها أشياء ما يدري عنها يظن أنه ما أخطأ وهو مخطئ فيه قيادة القيادة لها أصول ولها نظام معروف أهل الخبرة يعرفون هذا يعرفون اللي متجاوز واللي مسرع واللي ما هو مع خطه واللي ما هو بلوه المرور خايف من عليه ياقف أو وقف في محل ما يسمح للوقوف وجاءت السيارات وصدمت فيه لازم نضبط الأمور ولا كل واحد اللي يقول والله أنا ما أعتقد إني تروح تضيع الحقوق نسأل في هذا أهل الخبرة الله الوعظ من الكتاب والسنة هذا هو مصدر الوعظ وإذا استشهد بشيء من أحوال السلف الصالح طيب لكن الأصل من الكتاب والسنة لا يتخذ غير الكتاب والسنة أصول للوعظ مساجد ما يجوز كتابة شيء فيها لا أسماء الله ولا غيره لأن تشغل المصلين ولأن هذا من الزخرفة ومن مساجد ما تزخرف ولا تخلى من الأشياء دي هذا إهانة للآيات تعريض لها للسقوط والإهانة هذا بعد أشد إذا علقها خشية العين صارت حجب والحجب ممنوع لأن الرقى والتمائم كوالا في الشرك في تمائم تصير هذا اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم كوالا في الشرك أن تعلق تميمة قد أشرك هذا الشيخ عدنا خلص يسألونك الآن أيوة شارك الله يقبل سؤال فوق يقبل يدوروا كل واحد يدور له كل هذا من الأشياء التي منع منها الإسلام لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خيط من الفم قطعه
رأى عليه حلقة من صفر، قال ما هذا؟ قال من الوائنة، قال انزعها فإنها لا تريدك إلا وقت. وتجيب عندها هذا حتى يجيبه، كل هذه خرافات. هذا هم يحطون الحروز. أنا الحين لو تبرز عندكم في حي لقيته واجده من حاطين الحروز في رقبته ولا في عضده، فكينا من ذاك الزمان والناس. الحروز مثل ما تفضل الشيخ الحديث، من تعلق تميمة فقد أشرك. ولكن يقول بعض السلف إذا كان معلق من القرآن يعني فقط من الآيات فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهيات، وعللوا المنع صحة المنع أنه هو الأولى لأمور، إذا كان في رقعة أو في شيء. الأول لعموم النهي ولا مخصص العموم، يعني ما جاء فيها استثناء مثل الرقى. الرسول الأول نهى عن الرقى، إن الرقى والتمائم والتوالى الشرك حتى الرقى، لكن خص منها الدليل، قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، فأباحها الرسول إذا كانت رقى. عزائم دعاء يعني تقرأ على المريض أو نحو على اللديخ أو على نعم يعني مباشرة، أي نعم حتى ولو كتبت ورق، إذا نفت في ماء أو كتبت في ورق وغسله وشربه، كل هذا من الأسباب التي لا بأس بها، لكن الممنوع الذي يعلق شيئا يرى بالعين وترقع أو نحو ذلك. الأول عموم النهي ولا مخصص العموم، والثاني أن المعلق والمرئي بالأبصار إنما هي خيوط ورقع لا نفس القرآن، والثالث أن تعليقها على هذه الصفة يفتح باب الشرك، والرابع أن المعلق عليه قد يدخل بها المواضع القذرة. ثم في حتى المصحف وجدنا مع ذاك الزمان لما جينا في عرعر وجدنا واحد حاط مصحف صغير وربطه عليه خيط في عبده، وقد يدخل به دورة المياه فيقع في المحذور. كل هذا لا يجوز. أراد أن يرجع السيارة ولكن لم يوافق على ذلك، فقال المشتري يعني كل هذه ثلاثة ثلاثة ريال، ووافق على ذلك ووافق المشتري البائع ورجعت السيارة وأخذت هذا يعني جائزة. ما عندك؟ واحدة لي واحدة لك. الإقالة إن اشتري بيقيله يقيله بدون مقابل، لأنها قربه وقال حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بدون مقابل، يرجع السيارة ويأخذ الثمن كاملا. صارت بيع إذا ما هي بإقالة، صارت بيع ولا يجوز هذا.